بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 58 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلة حنان. أختنا عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع سمعي وبصري وعقلي وعصبي، إلى آخر الدعاء. هل هذا الدعاء يقال في صلاة الفريضة أم النفل أم فيهما معا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذا الحديث الذي ذكرته السائلة يحتاج إلى تثبت ومراجعة لسنده، فإذا صح فإنه يشرع في الفريضة وفي النافلة، لأن ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى إلا بدليل يدل على الخصوص. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن الكيفية التي يصل بها الإنسان إلى احترام الذات. الكيفية التي يصل بها الإنسان إلى الاحترام أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظ على دينه، وأن يتجنب أذية الناس ويبذل الإحسان إليهم. فإنه بهذه الأمور إذا أصلح ما بينه وبين الله، وأصلح ما بينه وبين الناس، فإنه يكون محترما عند الناس، وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى، يحبه الله ويحبه الخلق. هذا هو الذي يسبب باحترام الذات. أما إذا قصر الإنسان في طاعة الله وارتكب محارم الله، فإن الله سبحانه وتعالى يبغضه. وإذا أساء إلى الناس وتعدى عليهم وظلمهم، فإنهم يبغضونه ويؤذونه. والشاعر يقول: ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. فالذي يكسب الإنسان المنزلة عند الله وعند خلقه هو التمسك بهذا الدين، بعقائده وعباداته وأخلاقه وآدابه، ففيه الخير الكثير ولله الحمد. الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت أعرف بعض الأخوات وأنهن لا يصلين ولا يرغبن في لبس الحجاب، كيف تكون النصيحة معهن والتوجيه؟ جزاكم الله خيرا. إذا عرفت عن أحد من النساء أو عن واحدة من النساء تساهل في أمور دينها أو التساهل في الحجاب، فإنه يجب عليك النصيحة فيما بينك وبينهم، والموعظة الحسنة، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن. هذا هو الواجب عليك نحو أخواتك. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة تقول: إنني تزوجت برجل واكتشفت أنه لا يصلي، ثم عدت إلى أهلي لأخبرهم بذلك، وأنا لا أريد أن أعود إليه، علما بأنها حامل. شيخ صالح، بماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟ نوجهها بمناصحته لعله يتوب، فإن تاب الله
الله عليه وتبقى معه، وإن أصر على ترك الصلاة فلا خير لها الرجوع إليه، وعليها بالمطالبة بالفراق والتصميم على ذلك، لأنه لا يحل لها أن تبقى مع رجل لا يصلي لأنه كافر. الله جل وعلا يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والذي يترك الصلاة متعمدا ولا سيما إذا تكرر ذلك منه فإنه يكون كافرا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من الرياض تقول: نون ألف، عرضنا لها قضية في حلقة مضت وفي هذا اللقاء، تسأل وتقول: في رمضان قبل الماضي كان عندي التهاب في الأذن، وكان هناك تقرح في الداخل، وفي يوم من أيام رمضان وعندما كنت صائمة قمت بحك أذني وإزالة القشور التي بها، مما أدى إلى نزول صديد منها وليس بدم، هل يؤثر ذلك على صيامي وبماذا تنصحونني الآن جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يؤثر على صيامك لأنه خارج من أذنك وتتأذين به، وخروجه فيه فائدة لك وليس فيه ما يؤثر على الصيام. فإذا انجرح الإنسان وخرج منه دم أو خرج منه صديد أو قيح من جراحة في بدنه أو في أذنه أو في أي مكان، إذا خرج منها قيح أو صديد أو دم من الجسم بغير اختيار هذا الشخص، فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد عبد القوي مصري مقيم في الأردن يسأل ويقول: أنا شاب أعمل حارسا لمدة 24 ساعة، وأصلي جميع الأوقات في مكان العمل إلا الجمعة أصليها في المسجد، علما بأن المسجد يبعد عن العمل 1.5 كيلو تقريبا، بماذا توجهونني يحفظكم الله؟ نقول: إذا كان العمل والحراسة تتطلب البقاء في المكان، ولو ذهبت إلى المسجد يحصل خلل في الحراسة وخطر على الأموال التي أنت مستحفظ عليها، فلا بأس أن تصلي في مكان الحراسة، وهذا من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة والصلاة في المكان. أما إذا كان أمر الحراسة لا يتطلب بقائك وقت الصلاة ولا خوف على هذه الأشياء، فإنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة لعدم العذر المانع من صلاة الجماعة في حقك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة بعثت برسالة مطولة تقول فيها: أنا سيدة عمري 29 عاما من مدينة الرياض، مشكلتي أن هناك صوتا بداخلي، هذا الصوت أسمعه دائما ينهاني عن القيام بأي عبادة، وعندما أصلي أسمعه بداخلي يحدثني بأشياء لا يرضى الله عنها، ودائما يشككني في كل شيء في ديني وفي عقيدتي، وأصبح الشك في كل شيء يسيطر على حياتي، وأحيانا أسمع في رأسي دويا يكاد يتفجر من إلحاح ذلك الصوت في أذني وفي رأسي، حتى إنني أصبحت أصرخ في يوم من الأيام وأقول: كفاية كفاية. إنني في وقت الصلاة أحس أيضا بذلك الإحساس، والآن أكره تماما سماع هذا الصوت، مع العلم أنني أن أديت فريضة الحج هذا العام وأديت النسك، ولكن طيلة أداء النسك لم يهدأ هذا الصوت في رأسي أبدا أبدا، وأصبحت أخشى الجلوس بمفردي في أي مكان، لأنني كنت أدعو الله وأتضرع إليه بالدعاء في يوم من الأيام وأنا بمفردي، ووجدت أن جسدي ينتفض ويرتعد وكأن هناك من يسيطر علي. أرجو تفسيرا لذلك، مع العلم أنني علمت أن هناك سورة من القرآن الكريم تقرأ: ويضع الإنسان يده في الماء وبعد الانتهاء من القراءة يشرب هذا الماء كعلاج لهذه الحالة، مع العلم أنني أيضا لا أترك الصلاة ولا الصيام، ودائما أقرأ القرآن بالليل والنهار من المصحف، وأحب دائما أن أذكر الله وأسبح وأحمد الله وأهلل. أرجو إفادتي بالعلاج الشافي لمثل هذه الحالة حتى لا تعود لي أبدا إن شاء الله تعالى، وأسألكم عن حجي الذي أديته وحالتي ما ذكرت جزاكم الله خيرا. الذي يظهر من سؤال هذه المرأة أنها مصابة بمس من الشيطان، وأن هذا الذي تسمعه أو هذه الأحاسيس التي تحس بها كلها من الشيطان، فعليها أن لا تلتفت لهذه الأمور ولا تهتم بها، وأن ترفضها رفضا تاما، وأن تقبل على عبادتها وصلاتها ذكر الله عز وجل، وسيذهب عنها ذلك إن شاء الله، والعلاج والحمد لله ميسر،
في علاج بالقرآن والرقية، أن تقرأ على نفسها وأن تلازم الأوراد الشرعية في الصباح والمساء وعند النوم، أن تقرأ آية الكرسي وتقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، وأن تكرر ذلك في الصباح والمساء وعند النوم، وأن تقرأ سورة الفاتحة على نفسها لأنها رقية عظيمة، بل هي الرقية الشافية بإذن الله. تقرأ سورة الفاتحة وتنفث على جسمها وما تستطيع من جسمها، وتقرأ الإخلاص والمعوذتين وما تيسر من القرآن، وتكثر من ذلك، ولو قرأت في ماء وشربته فهذا أيضا من الرقية الشرعية. وإذا رقاها أيضا أحد من أهل العلم من أقاربها ومحارمها، أو حتى لو لم يكونوا من محارمها، مع تسترها ومع أخذ الاحتياط من الفتنة، لا بأس بذلك، وهو من العلاج العظيم الذي ينفع الله تعالى به. وعليها بالإكثار من ذكر الله عز وجل كما ذكرت، فتستمر على ذكر الله وتلاوة القرآن. ولو مثلا قدر أن تعرض نفسها على طبيب نفساني، ربما يكون هناك علاج أيضا، علاج طبي تستفيد منه، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. ولا بأس بالتداوي بالمباح والأدوية المباحة، فقد يكون عندها شيء من الأمراض الجسمية التي تؤثر عليها ما يسمى بالمرض العصبي، ويكون للأطباء في ذلك وجهة نظر مباحة. الحمد لله، هذا مما أباحه الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من خميس مشيط، وباعثها المستمع عبد الله مبارك، له جمع من الأسئلة. في أحدها يسأل ويقول: أصلي صلاة الليل ولكني أصلي أحيانا وأترك أحيانا، فهل علي دم أو أن ذلك جائز، خاصة وأني رجل لدي أعمال كثيرة، ولا سيما من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب؟ ينبغي المحافظة على صلاة الليل، وهي سنة ليست واجبة، وقيام الليل من أفضل التطوع، ومن كان له نصيب منه فإنه ينبغي له المحافظة عليه، ولو تركه فلا إثم عليه، ولكن لو نام عنه بعض الليالي ولم يتمكن فإنه يقضيه في النهار فيما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبيل الظهر، فله أن يصلي في هذه الفترة ما فاته من قيام الليل قضاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحيانا تفوتني راتبة الظهر القبلية، هل تنصحونني بقضائها جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا فاتتك الراتبة القبلية فلا بأس أن تقضيها بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى راتبة الظهر بعد العصر. نعم، جزاكم الله خيرا. سمعت فضيلة الشيخ من إمام وخطيب المسجد عندنا أن من أشد عقوق الوالدين أن تنظر إليهما بعين سوء يتقادح منها الشرر، وأنا كنت كذلك، ولكن عرفت بعد فوات الأوان، لقد توفيت الوالدة وسبقها أبي، فماذا أعمل؟ هل علي من توبة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، هذا من عقوق الوالدين، النظر إليهما بغضب أو رفع الصوت عليهما أو غير ذلك من أنواع الإساءة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما حصل منك من إساءة في حق والديك وأحدهما، لا شك أن ذلك معصية خطيرة، عليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وما دام قد مات إن عليك أيضا أن تستغفر لهما وأن تدعو لهما وتكثر من ذلك وأن تتصدق عنهما بنية الثواب لهما، فذلك من برهما والإحسان إليهما، ولعل الله أن يكفر به ما حصل منك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل سجدة التلاوة جائزة في الأوقات المحظور فيها التنفل مثل بعد صلاة الفجر؟
الصحيح أن ذلك جائز، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، وإنما هو عبادة مستقلة تتبع القراءة، فمتى قرأ آية فيها سجدة فإنه يسجد في أي وقت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الرياض رمزت إلى اسمها بالحروف ها ألف ميم تقول: هل تجوز لنا الصلاة وخاصة التراويح في رمضان في مسجد لا يفصل بيننا وبين الرجال إلا حائط؟ هل تجوز الصلاة ومتابعته جزاكم الله خيرا؟ إذا كان ذلك في داخل المسجد وفي محيط المسجد وبينكم وبين الإمام حائط في داخل المسجد فلا مانع من ذلك. أما إذا كنتم خارج المسجد ولا ترون الإمام ولا ترون من خلفه من الصفوف فإنكم لا تصلون معه، وإنما تصلون منفردين في مكانكم. نعم، لانقطاع المتابعة مع الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي السور التي تفضل في الصلوات وخاصة في صلاة الليل، حيث أنني لا أحفظ السور الطويلة، ثم إنني أحيانا أقرأ من المصحف مباشرة وأحيانا لا أقرأ إلا السور القصيرة جزاكم الله خيرا؟ ليس صلاة الليل قراءة معينة، بل يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن من السور الطويلة أو السور القصيرة، ولا يترجح أو يتعين سور أو آيات معينة في صلاة الليل، إلا ما ورد في الوتر من أنه يقرأ في الوتر إذا أوتر بثلاث، فإنه يقرأ في الأولى يسبح ويسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة سورة الإخلاص. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسأل ويقول: في الصلاة وفي السجود أقول بعد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أقول بعد ذلك رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم أصلح لي زوجتي وأولادي وذرية أجمعين، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، رب زدنا علما وارزقنا فهمهما وحفظهما جزاكم الله خيرا. كل هذا دعاء مشروع وهو جائز في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه ومساجد فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فيكثر المسلم في سجوده من الدعاء بما تيسر له من أنواع الأدعية في صلاح دينه ودنياه وآخرته وصلاح أولاده، والدعاء له ولوالديه وللمسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد الصلاة أدعو بأدعية متنوعة، هل أنا على حق أم أن هذا أمر مبتدع؟ لا بأس بذلك، أن يدعو الإنسان بعد الفراغ من الصلاة بما تيسر له من أنواع الأدعية. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمعة من المنطقة الشرقية رمزت لاسمها بالحروف نون عين ألف ميم من الخبر تقول: إنها حلفت يمين وأرادت أن تصوم لكن زوجها نهاها لأنها حامل، وحينئذ هل تنصحونها بشيء آخر بكفارة تلك اليمين جزاكم الله خيرا؟ نعم. تقول: إنها عليها كفارة يمين وأرادت أن تصوم فنهاها زوجها لأنها حامل، وحينئذ تسألكم هل هناك من مخرج آخر جزاكم الله خيرا؟ كفارة اليمين فيها تفصيل: أن كان يستطيع الإطعام أو الكسوة للمساكين أو عتق الرقبة فإنه لا يجزيه الصيام، بل يطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو يكسو 10 مساكين لكل مسكين ثوب، أو يعتق رقبة مؤمنة إذا كان يستطيع واحدة من هذه الأمور الثلاثة، فإن لم يستطع شيئا منها فإنه ينتقل إلى الصيام، يعني يصوم 3 أيام. وما دامت أنها حامل وأن الصيام يضر بجنينها أو يضر بها هي، فإنها تؤخر الصيام إلى أن يزول العارض ثم تصوم كفارة اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: توفي والدها وعليه 4 أيام من رمضان وأرادت أن تصوم وهي حامل لكن زوجها منعها، بماذا توجهونها يحفظكم الله؟ نفس الشيء، إذا كان والدها
أفطر 4 أيام من رمضان ثم شفي واستطاع الصيام والقضاء ولكنه لم يقضي، فلا بأس أن تقضي عنه. أما إذا كان والدها لم يستطع القضاء ومات وهو لم يستطع القضاء فلا شيء عليه. وفي الحالة الأولى إذا كان استطاع القضاء ولم يقضي ومات بعد الاستطاعة فإنها تصوم عنه هذه الأيام، ولكن في فترة لا يكون فيها حرج عليها أو على حمل أو على جنينها الذي في بطنها، وآخر ذلك إلى أن يزول العذر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أم عبد الله مصرية مقيمة في جدة تقول: الحمد لله أنا ملتزمة من قبل أن آتي إلى جدة، لكن زاد التزامي وقراءاتي في هذا البلد. توفي بوالدي قبل نزولي إلى مصر العام الماضي بشهر، فلما نزلت أراد أهلي أن أزور قبر والدي فرفض لأني قد علمت من بعض قراءاتي أنها محرمة للنساء، فغضب الأهل مني جميعا وقاطعوني، لكني أصريت ولم أزر. أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي حكم زيارة القبور للنساء والآراء التي قيلت فيها، وهل أنا على حق أم لا، علما بأني قد عملت له أكثر من عمرة ونذرت أن أقرأ له سورة تبارك في الليل وسورة الواقعة وأهب ثوابهما له، فما حكم ذلك أيضا، علما بأني أداوم على قراءتها من يوم الوفاة؟ جزاكم الله خيرا. أما ما فعلتيه من الامتناع من زيارة قبره فهذا هو الصواب وهذا هو السنة، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا قبر والدها ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرود. المرأة حرام عليها أن تزور المقابر لهذا الحديث، ولأن المرأة فتنة وضعيفة ولا تستطيع الصبر، فإذا رأت قبر والدها أو قريبها ربما يحصل منها مخالفة للشرع بالنياحة أو الجزع وغير ذلك. المرأة ممنوعة شرعا من زيارة القبور، ولكن إذا أرادت أن تنفع ميتها فإنها تنفعه بما شرعه الله من الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه والحج والعمرة، كل هذه أمور مشروعة. أما إهداء قراءة القرآن للميت فهذه ليس عليها دليل، قراءة القرآن للأموات ليس عليها دليل، فيجب التوقف عنها، وهذا النذر غير صحيح لأنها نذرت شيئا غير مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.